وانا اخوك حنا نمسك رجال الاطياب اللي مثلك وشرواك والله العظيم ما نبي الا السمعه الطيبه بس. الله يطول بعمرك ويجمل حالك وعز الله ما قصرت. والله انك راعي اوله وما قصرت. انا عرضت عليك السياره وما زال العرض قائم. يا جعلني والله فداك اشكرك. والله العظيم يا عبد اللطيف شوف انا ممكن 5 دقائق واكون عندك بالورشه. يا مرحبا بك. يا مرحبا بك. ما ينفع الكلام على التليفون انا قابلك شخصيا. عرفت ولا لا؟ وممكن الحين حق، ممكن احد اعطاك نفس فيها. انت راقي شرعي. راقي شرعي وسأل الله التوفيق، الراقي الشرعي عبد الله الغامدي، متابعين توك توك 130,000. الله يوفقك. عرفت ولا لا؟ والله اللي تشرف. وانا بقرا عليها لوجه الله سبحانه وتعالى. ما الله ما نبغى شيء، بس حزنتني انك جاي من الحصيله عندنا هنا، قلت الحل نقرا، ممكن النفس صابتها ولا شيء. الله يوفقك. والحين حق. خذ راحتك، يلا بسم الله. أعوذ بالله من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا رديت سيارتك إذا ما فيها نفس أنا ما أفهم شيء. ليه وش ما عرفت؟ خلاص أسأل الله التوفيق لنا ولكم. حنا في مجال الرقية والراقي يوم يقرأ سبحان الله تقول إن في شيء يجيني في السيارة. ايه. عرفت؟ الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم شر عيون الإنس والنفس الرجال. والعين حق. سامي يا قلبي. الله يسعدك يا رب. عمركم طويل، خذ لك واحدة يا زينك. يلا عاد لا تفكونا، خلوها ذكرى. الله يوفقك.